أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2018 المستشار نواف عبد الله حمزة الانتهاء من كافة الاستعدادات باللجان الإشرافية لتلقي طلبات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية. وحول استعدادات اللجان الإشرافية في المحافظات الأربع ينضم إلينا من المنامة المدير التنفيذي للانتخابات 2018 المستشار نواف حمزة. بداية سعادة المستشار، الآن أقل من ساعتين تفصلنا تقريبا عن بدء تلقي طلبات الترشيح للانتخابات النيابية والبلدية 2018، هل لك أن تحدثنا عن الاستعدادات اللجان الإشرافية وإلى متى سيستمر موعد تلقي طلبات الترشح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يمسيكم بالخير. في الحقيقة بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم بتبتدي عملية فتح تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس النيابي والمجلس أو المجالس البلدية، واللي بتستمر إن شاء الله لمدة 5 أيام طبقا لما هو منصوص عليه في الأمر الملكي السامي بشأن الانتخابات النيابية، وأيضا قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالنسبة للانتخابات البلدية. في حقيقة الأمر الاستعدادات بفضل من الله سبحانه وتعالى كنا جاهزين لها من فترة، يعني مو من اليوم، من فترة طويلة من عقب ما تم غلق موضوع الناخبين وتأكد من أسمائهم، تم إعداد لوجستي بالتجهيز لجميع القاعات المتوزعة على المحافظات الأربع، واحنا اليوم مستعدين ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نهيئ الارضيه كلجنه تنفيذيه للجنه الاشرافيه القضائيه ان هي تقوم بدورها وتقوم بعملها. نعم. في تلقي هذه الطلبات ومن ثم الفصل. نعم. سعاده المستشار، ماذا عن اشتراطات الترشح بالنسبه للانتخابات النيابيه والبلديه وما هي المستندات المطلوبه؟ نعم. في البداية بس أشير، يعني أعتقد من المهم أيضا أن احنا نشير إلى أن فتح باب الترشح طبعا مثل ما قلنا 5 أيام بتخلل بعد ذلك عرض بشوف المرشحين في اللجان الإشرافية. طبعا اللي لم يرد اسمه في هذه الكشوف من الممكن أنه يعترض أمام اللجنة الإشرافية، ومن ثم عند مرحلة الطعن إذا ما كان في رفض لهذا الطلب أنه يطعن أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، واللي بتفصل إن شاء الله خلال 7 أيام من تاريخ إقامة الدعوى الجنائية بحكم نهائي غير قابل للطعن. أما بشأن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب طبقا للقوانين المعمول فيها بالنسبة لمباشرة الحقوق السياسية والقوانين الأخرى ذات الصلة، أن يكون المرشح بحريني الجنسية وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل جنسية أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسية البحرينية هي الجنسية الأصلية ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية. أيضا من الشروط عندنا أن يكون اسمه مدرجا في جدول انتخاب الدائرة التي يريد أن يرشح نفسه فيها، نتقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية كاملة. وأيضا عندنا أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، لا يكون محكوم عليه بعقوبة جناية، وحتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره، وأن لا يكون محكوما عليه في أحد الجرائم العبدية لمدة تزيد على 6 أشهر وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة. وعندنا أيضا بالنسبة للشروط أن لا يكون من قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكاب مخالفة جسيمة لأحكام دستور مملكة البحرين أو أي قانون من قوانينها. وعندنا أخيرا أن لا يكون من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب. وفي الحقيقة أيضا من الممكن أن الاطلاع أيضا على الشروط التفصيلية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات vote.eh. إذن رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي لانتخابات 2018 المستشار نواف عبد الله حمزة، شكرا جزيلا لك.